كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة وتبريك من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى فيما يلي نصها: سيدي صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني يا صاحب السمو الملكي أن أرفع إلى سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لتأسيس قوة دفاع البحرين، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموكم سندا وذخرا ويديم على سموكم نعمة الصحة والسعادة وعلى وطننا الغالي بالمزيد من التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى.